مرحبا بكم. تكثر في الآونة أو كثرت في الآونة الأخيرة التكهنات والقراءات والافتراضات والاحتمالات بأن طبول الحرب بدأت تدق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وطبعا الكثير ممن يحللون الظروف يجدون ما يعتبرونه ظروف موضوعية مباشرة وظروف غير مباشرة لما يسمونه بإمكانية المواجهة. لكن قبل الحديث عن عواقب هذه المواجهة وعن نتائج، أو كما أتصورها النتائج الكارثية لهذه المواجهة أو لاندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبالتبعية كل دول الخليج في المواجهة، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بحدة شديدة هو إلى أي مدى هذه الحرب تخدم مصلحة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهل دونالد ترامب يريد فعلا المواجهة، وهل هذه الحرب ستخدم مصلحة نظام طهران، وهل النظام في طهران يريد المواجهة. طبعا احتمالات اندلاع المواجهة تبقى قراءة معقدة للغاية لعدة أسباب. أولا، البعض يتحدث عن انعدام الشروط الموضوعية لاندلاع الحرب. الكثيرون يؤكدون في عدة مناسبات أن الولايات المتحدة، أو ليس من مصلحة الولايات المتحدة الدخول في حرب مفتوحة مع إيران، ويؤكدون أن بداية هذه الحرب ربما تكون على أذرع إيران في المنطقة، سواء كان تقليم أظافرها أو تقليم أجنحتها فيما يتعلق بضرب حزب الله، ضرب الحوثيين، كبح جماح أنصار إيران في العراق وسوريا، ومحاولة تحجيم إيران في المنطقة عبر ضغوط اقتصادية، وكذلك استهداف هذه الأذرع الداعمة أو الأذرع التابعة للنظام الإيراني أو للنظام الإيراني. البعض الآخر يقول على أن هناك داخل البيت الأبيض أشخاص، وعلى رأسهم جون بولتون، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الذي يرى بأن المواجهة مع إيران يجب أن تبدأ اليوم من فرضية أنه غير مسموح لإيران أن تنتج سلاحا نوويا. هذا خط أحمر بالنسبة لهم، وأن أي محاولة من الإيرانيين للوصول إلى إنتاج قنبلة نووية سيفرض أو سيلزم الولايات المتحدة بضرورة التدخل. السؤال يبقى، هل إيران باتت قاب قوسين أو أدنى من إنتاج هذا السلاح؟ نعم أم لا؟ لسنا ندري. هذا كله أمر يظل طي المجهول وطي الكتمان وطي المعلومات الاستخباراتية التي ربما تتوفر للولايات المتحدة، ربما تتوفر لإسرائيل، ربما تتوفر لدول أخرى في المنطقة، لكن لا أحد يستطيع أن يؤكد أن إيران باتت قادرة على إنتاج القنبلة النووية. وبالتالي فاعتماد بولتون ومجموعة ما يسمون أنفسهم أو يسمون بالصقور في إطلاق شرارة الحرب لوقف طموح إيران النووي، ربما تصطدم بحقيقة أن إيران أبعد كل البعد عن إنتاج السلاح النووي، وبالتالي هذا افتراض خاطئ، وربما يكونون على صواب، ربما تكون إيران بالفعل قادرة على إنتاج قنبلة نووية، وأن اندلاع المواجهة العسكرية معها ربما يعجل
نحو إنتاج هذه القنبلة، وثم بعد ذلك وضع الولايات المتحدة ووضع العالم أمام الأمر الواقع. هل الحرب تخدم مصلحة النظام الإيراني؟ بكل تأكيد أمر لا يختلف عليه اثنان، أن أي مواجهة عسكرية مع نظام أو مع قوى أجنبية إن كانت عالمية أو إقليمية سوف تخدم الأنظمة الشمولية أو الأنظمة التي تعتمد نوع من الديمقراطية، لكن هناك نظام شمولي، هناك نظام عقيدة أو أنظمة لا يمكن أن ننفي عنها صفة الديمقراطية، على اعتبار أن إيران تعرف نوع من الانتخابات وتعرف نوع من الديمقراطية، لكن هي ديمقراطية قائمة أو معلقة بولاية الفقيه وبولاية المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. وبالتالي فهذه الديمقراطية ديمقراطية معلقة، والكلمة الفصل تعود فيها للمرشد الأعلى، وتعود كذلك فيها القوة الضاربة للحرس الثوري. إذن صحيح أن هناك هندسة ديمقراطية وهندسة انتخابية، لكن هذه الهندسة ربما تكتمل أضلوعها بوجود سبب وطني، حرب مع الأجنبي توحد كل الإيرانيين، معارضة، ليبراليين، محافظين، في مواجهة هذا الغريب أو هذا العدو. وهذا الأمر لاحظناه وكان موجودا أيام الحرب العراقية الإيرانية، والتي استفادت منه إيران بتحجيم قدرة نشوب أي أو اندلاع أي ثورات داخلية أو أي محاولات لقلب النظام من الداخل. وهذا أمر ربما يكون في صالح النظام الإيراني اليوم، أنه نظام يعتبر أن المواجهة هي ستصب الماء في صحنه، وستساعد النظام الملالي على جمع المزيد من الدعم الشعبي باسم الوطنية وباسم محاربة والدفاع عن الوطن. لكن هل هذه الحرب كذلك على المدى الطويل سوف تفيد النظام في طهران؟ قطعا لا. إيران والنظام الإيراني لمصلحته أن تكون هناك مواجهة قصيرة، ضربات من الولايات المتحدة تواجه بصواريخ أو بإطلاق صواريخ إيرانية على بعض المصالح الأمريكية في المنطقة، إضعاف القدرات الدفاعية للعديد من الدول التي تدعمها الولايات المتحدة، إضراء ضرب البنية التحتية لها، إبراز لكن إبراز ما يمكن إبرازه من قوة وجلد وقوة في المواجهة، لكن إيران لن تستفيد من مواجهة طويلة الأمد، لأن هذه المواجهة طويلة الأمد ستضع الإيرانيين أو النظام الإيراني أمام خيارات شعبية معقدة، ألا وهي محاولة إيجاد أجوبة للشارع الإيراني. ونحن على يقين أن أي حرب تكون لها عواقب على المستوى الاقتصادي، عواقب على المستوى الاجتماعي، سقوط الضحايا، تدمير وخراب، وهذا الأمر لا يفيد إيران في الداخل. في المقابل الضربات القصيرة ربما تفيد النظام، لأنه سيخرج كان خاسرا أو كان رابحا سيقول أنه استطاع أن يواجه أكبر قوة في العالم، واستطاع أن يدافع عن بلده وأن يحمي إيران من تطاول القوى الأجنبية، وبالتالي فهذا انتصار في حد ذاته حتى وإن كان قد مني بخسارة أو لو مني بخسارة. إذا ما انتقلنا إلى الساحة الأمريكية ونسأل نفس الأسئلة، هل هناك احتمال أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب على إيران؟ من الناحية اللوجستية هذا الأمر ممكن، هناك قوات أمريكية في منطقة الخليج اليوم، وصحيح أن الرئيس الأمريكي قام بنفي
ما سربته جريدة واشنطن نيويورك تايمز بأن هناك احتمال نشر 120 ألف جندي أمريكي في حال ما كانت هناك مواجهة مع إيران، لكنه قال أن العدد سيكون أكبر، وبالتالي فهو لا ينفي إمكانية نشر هذا العدد ولكن بصيغة مبالغ فيها أكثر، وقال أنه لا يتمنى أن يفعل ذلك. بمعنى آخر يذكر لعل الذكرى تنفع. الرئيس الأمريكي يدرك جيدا أن خضوعه لعدة أزمات على المستوى الداخلي سوف لن يخفف من وطأتها ومن هذا الضغط إلا التجيش لمواجهة خارجية، والأمريكيون عادة وتقليدا لا يصوتون ضد رئيس في حرب أو يحضر لحرب. من الطبيعي جدا أن يستميل الرئيس الأمريكي بهذا التصعيد مع إيران أن يستميل صوت الناخب الأمريكي وهو المقبل على انتخابات 2020. لكن المواجهة مع إيران تقتضي كذلك تقديم تضحيات، سقوط ضحايا، تكبد بعض الخسائر. هناك إيران التي تملك أسلحة وصواريخ، وهل تتحمل أي يتحمل الداخل الأمريكي أن يبدأ في استقبال جثث الجنود الأمريكيين؟ هل ذلك سيكون سهلا على الرئيس دونالد ترامب وعلى البنتاغون وهو الذي والولايات المتحدة التي خرجت قريبا من حرب أو حربين بما فيها الحرب في أفغانستان وحرب في العراق والتي كلفت آلاف من القتلى ومن المعطوبين ومن الجرحى وكلفت ميزانية الولايات المتحدة تريليونات الدولارات؟ عمليا منطقيا لا يمكن القول أن اندلاع الحرب هو لمصلحة الولايات المتحدة، لكن هل هو في مصلحة انتخابية للرئيس الأمريكي؟ قطعا نعم. إذن هناك مصلحة انتخابية ربما تؤكد أن الرئيس دونالد ترامب من مصلحته أن يعلن الحرب، أو من مصلحته أن يسخن، أو من مصلحته أن يصعد في اللهجة. ثم هل الرئيس الأمريكي قادر أو يملك القدرة على تقدير حجم الخسائر التي قد يمنى بها حلفاؤه في المنطقة؟ نتحدث هنا فقط عن إسرائيل، نتحدث عن دول حليفة للولايات المتحدة تقع على بعد أميال فقط من الشواطئ الإيرانية، وبالتالي دولة مثل الإمارات العربية المتحدة ستكون في الكماشة. نحن نتحدث هنا من الناحية العسكرية إن كانت هناك مواجهة. هل إدارة دونالد ترامب ستتحمل مسؤولية حماية هذه الدول؟ وبأي صيغة وبأي طريقة؟ الحرب هي علي وعلى أعدائي. الحرب إلقاء القنبلة عندما يكون هناك نظام فقد الأمل ويواجه بضربات صاروخية، من السهل جدا أن يرد، ويرد بشكل عنيف ربما غير مقدر وربما غير محسوب العواقب، وهذا أمر لن يكون صعبا على الإيرانيين. ثم هل دول الخليج نفسها على استعداد اليوم أن تتحمل لوحدها المواجهة مع إيران؟ طبعا بوجود الولايات المتحدة، لكن في كل الأحوال الولايات المتحدة ستحارب على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات عبر طائرات وعبر جنود ربما يتحركون في المنطقة، لكن الولايات المتحدة على الأقل
لن تلحقها خسائر مادية على الأرض، هذا إذا لم تكن هناك خلايا نائمة كما يقول بعض الذين يروجون للنظام الإيراني ويقولون أن هناك خلايا نائمة في كل بلاد الغرب وأنها جاهزة لكي تنفذ عمليات وإلى آخره إلى آخره من الفرضيات. طبعا قطعا الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم على هذه الحرب وهي تدرك أنها ستستفيد 100% وأن حلفائها في المنطقة لن يصابوا بأي أذى بما فيهم إسرائيل، هذا إذا كانت هناك مواجهة مباشرة بين إيران والإسرائيليين. إذن احتمالات أو احتمال اندلاع المواجهة في نظري هو احتمال ضعيف جدا. احتمال التصعيد من الآن وإلى غاية انتخابات 2020 قائم، مناوشات قائمة، حروب بالوكالة، ضرب أدرع إيران احتمال قائم، لكن حرب مفتوحة مع إيران، حرب صواريخ، حرب بالطائرات ضد إيران فوق الرقعة الإيرانية فوق التراب الإيراني، هذا قرار صعب جدا التنبؤ به، وأرى من الصعب قيام ذلك. اللهم إذا حدث شيء مزلزل في المنطقة وحدث شيء فعلا لا يمكن معه الوقوف ولا يمكن معه التراجع، كأن يكون بور هاربر أو 11 سبتمبر جديد أو ضرب بارجة أمريكية أو تفجير في الولايات المتحدة تتبناه أدرع إيران ربما. ومع ذلك يظهر الافتراض، هل ضرب السفن أو تخريب السفن وتخريب الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى شد وجذب بين الولايات المتحدة وإيران؟ الإدارة الأمريكية تبدو جاهزة لهذا الاحتمال، وهناك من الوسائل أو بيدها الكثير من الوسائل لمنع الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط، وحتى لو ارتفعت أسعار النفط لهذا السبب ستتمكن المؤسسة الاقتصادية الدولية من استيعاب الصدمة في البداية، وبعد ذلك تصحح الأسعار نفسها وفق شروط موضوعية جديدة، لكن ستكون هناك أزمة اقتصادية نعم، وسيبدأ العالم في تحمل الأزمة الاقتصادية قبل اندلاع الحرب، قبل وجود حرب، ويدرك بالتبعية، يدرك العالم، تدرك الدول، خصوصا الدول التي لا تتوفر على منتوج نفطي، هذه الدول ستبدأ في الإحساس بوقع هذه الحرب على اقتصادياتها، وبالتالي يتراجع تشجيعها لهذه الحرب ودعمها لهذه الحرب على مستوى الدولي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ربما تجد نفسها وحيدة رفقة بعض الدول المتضررة في المنطقة، دول الخليج وحلفاء آخرون، تجد أنفسها وحيدة في المواجهة مع إيران. لماذا؟ لأن الصين لها مصلحة اقتصادية، روسيا لها مصلحة اقتصادية، دول أوروبا الغربية، ونتحدث هنا عن ألمانيا، نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن إيطاليا، نتحدث عن دول بنيلوكس وكل دول الاتحاد الأوروبي، ربما تجد أنه من الصعب جدا أن تقف موقف الذي يختار بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي ضرب طريق البترول ومضيق هرمز وإيقاف تصدير النفط الذي ربما تقول إيران أنه علي وعلى أعدائي، إذا لم أصدر لن يصدر أي شخص، هذا أمر سوف يقلل من إمكانية اندلاع الحرب، عكس ما يتصوره الكثيرون أن
إقفال الملاحة في مضيق هرمز يقولون سوف يؤدي إلى اندلاع الحرب. أنا أقول أن إقفال الملاحة في مضيق هرمز سوف يؤدي ويعجل بإيجاد حل، لأن الضرر الاقتصادي سوف يصل إلى العالم، وبالتالي لن يكون هناك، هذا العالم لن يكون جاهز لكي يدعم فرضية الحرب. طبعا نحن نتحدث في احتمالات، ونتحدث عن إمكان أن يصير أن يكون أو لا يكون، ونضع دائما بعض الافتراضات وبعض الاستثناءات. نقول أن هناك إمكانية أن تندلع الحرب الأسبوع المقبل ودون مقدمات في حال وقوع حدث مزلزل، لكن وإلى أن يتم ذلك، إلى أن يتم ذلك، الظروف الآن في المنطقة أبعد ما تشي به هو الحرب. صحيح هناك تصعيد، لكن هذا التصعيد لم يستكمل بعد كل أدواته. ليس الحرب مع إيران تختلف كليا عن ما شهدته المنطقة سنة 2003 وحتى في تسعينيات القرن الماضي ضد نظام صدام حسين. الإيرانيون يربطون علاقات اقتصادية عميقة مع العديد من الدول الكبرى، نتحدث هنا عن روسيا والصين، ومصالح اقتصادية مع عدة دول أخرى. حتى لو حاولت الولايات المتحدة أن تفرض عليها عقوبات، فتلك العقوبات ستذهب سدى. الصين مثلا لن تقبل بإملاءات أمريكية، روسيا لن تقبل بإملاءات أمريكية، سوق النفط في المنطقة سوف تزدهر على مستوى التهريب، تجارة جديدة سوف تخلق في المنطقة، سوف توجد تجارة جديدة، تجارة تهريب النفط الإيراني. وبالتالي إلى أي مدى ستكون للولايات المتحدة قدرة على إرغام إيران على أن لا تصدر نفطها؟ الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي مرر بعض الكلام من قبيل أننا نحن على استعداد للحديث مع الإيرانيين. هذا كان كلاما مهما جدا. البعض قال بأن ترامب كان يريد إحراج روحاني وإحراج خامني، ويريد أن يقول للعالم نحن نمد يدنا للسلام ونظام إيران يرفض. لكن هذه ليست هي الحقيقة. الحقيقة أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة وفق شروط جديدة، وأن يمطط هذه المفاوضات إلى أن نصبح على بعد أيام أو أسابيع أو حتى ربما بالأكثر شهور من الانتخابات، ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة من التصعيد مرة أخرى، فيستفيد الرئيس الأمريكي انتخابيا ويعاد انتخابه في إطار أنه الرئيس الفد، الرئيس القوي الذي يدافع على مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. كل الاحتمالات تشي بأن الأزمة ستطول والتصعيد سيطول دون أن تبدأ المواجهة، وإن كانت نذرها قائمة لكنها قائمة في إطار ما يسمى بالبلوفين، ومرحلة التسخين، ومرحلة التسخين ستستغرق وقتا طويلا. شكرا على المتابعة، ونلقاكم في جلسة تحليلية أخرى.